اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع السادس عشر، معرفة زيادات الثقات وحكمها. نعم. قال: وذلك فن لطيف تستحسن العناية به، وقد كان أبو بكر بن زياد النيسابوري وأبو نعيم الجرجاني وأبو الوليد القرشي الأئمة مذكورين بمعرفة زيادات الألفاظ الفقهية في الأحاديث. نعم. المقصود بزيادات الألفاظ الفقهية في الأحاديث معناها زيادات الألفاظ التي يستنبط منها الأحكام في الأحاديث خصوصا، وليس المقصود زيادات يزيدها بعض الرواة في الحديث إدراجا، إدراجا لتوضيح كلمة أو للدلالة على راوي أو شيء من ذلك، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود زيادات ألفاظ وفي متن الحديث خصوصا يترتب على زيادتها يعني حكم شرعي أو يعني تخصيص للحكم أو تقييد له. نعم. بدأ بعد ذلك يقول: ومذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث فيما حكاه الخطيب أبو بكر أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا تفرد به. طيب، العبارة السابقة فقط أنه هو يقول زيادات الألفاظ الفقهية، طبعا زيادات الثقات ليست قاصرة على زيادات الموجودة في المتن، وإنما يدخل فيها أيضا الزيادة في السند، يعني زيادة الثقة ليس دائما تكون في المتن، وإنما أحيانا تكون أيضا في الإسناد، وطبعا يترتب عليها بالنسبة للزيادة في الإسناد ربما تعل الحديث وربما تدل على اتصاله، وفي المتن أحيانا كما قلنا تغير الحكم أو تضيف إليه أو تزيد معنى آخر. طيب، لكن هم العلماء اعتنوا أكثر بالزيادات الموجودة في المتن، ولذلك هم تخصيصها هنا أساسا يهتمون بزيادة المتن، لكن تدخل زيادات الإسناد؟ نعم، من حيث العموم تدخل في زيادة الثقة، لكن نظرا لأنها ألصق بمباحث أخرى فكانت في المباحث الأخرى متكلم فيها، فهنا خصصوا هذا بزيادات المتن. في أي المباحث نتكلم على زيادات المتون؟ على زيادة الأسانيد، يعني زيادة الثقة في الإسناد ممكن ندخلها تحت نوع إيه؟ أي نوع من الأنواع؟ المزيد في متصل الأسانيد، وأيضا في باب الوصل والإرسال. أيوة، الوصل والإرسال و الوقف والرفع. تمام. زيادة راوي في الإسناد من أحد الثقات يترتب عليها، إن كانت في وسط الإسناد يترتب عليها انقطاع أو اتصال، اللي هو الوصل والإرسال بغير المعنى الاصطلاحي، معنى الحديث موصول أو يترتب عليها وصل وإرسال بالمعنى الاصطلاحي، يعني أحدهم تابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحدهم يقول تابعي عن الصحابي الفلاني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا وصل وهذا أرسل. والرفع والوقف صح، أحد الرواة يجعل الحديث قاصر على الصحابي وبعضهم يجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه هي الزيادات التي متعلقة بالإسناد، فطبعا دي داخلة إما في باب العلة أو اللي هو الأصالة تعرض الوصل والإرسال وتعرض الرفع والإيه والوقف، وأيضا مزيد في متصل الأسانيد. ماشي. طيب، إذا كلامنا هنا عن زيادات المتون ليس معناه أن النوع قاصر عليه، بل تدخل زيادات الثقات أيضا في الأسانيد، وصورها المشهورة هي تعرض الوصل والإرسال وتعرض الإيه الرفع والوقف، وأيضا الاتصال والانقطاع. طيب، قال: ومذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث فيما حكاه الخطيب أبو بكر اللي هو الخطيب البغدادي أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا تفرد بها، سواء كان ذلك من شخص واحد بأن رواه ناقصا مرة ورواه مرة أخرى وفيه تلك الزيادة،
أو كانت الزيادة من غير من رواه ناقصا خلافا لمن رد من أهل الحديث ذلك مطلقا، وخلافا لمن رد الزيادة منه وقبلها من غيره، وقد قدمنا عنه حكايته عن أكثر أهل الحديث فيما إذا وصل الحديث قوم وأرسله قوم أن الحكم لمن أرسله مع أن وصله زيادة من الثقة. طيب، أولا يعني مسألة نسبة هذا الكلام إلى جمهور الفقهاء يعني محتمل الكلام، ويدل على أنه لما يقول الجمهور معناه ليس جميع الفقهاء يوافقون على هذا الأمر، وإن كان معظمهم وأغلبهم، لكن هو نسبته إلى جمهور أصحاب الحديث هو الذي فيه كلام، هو الذي فيه إيه كلام. والإشكال هو في إطلاق الحكم أن الزيادة من الثقة مقبولة، إطلاق الحكم هكذا أن الزيادة دائما من الثقة مقبولة، هذا هو الذي فيه الكلام. فنقول أنه ليس متفق عند المحدثين على أن الزيادة من الثقة مقبولة، وإن يعني شاع هذا الكلام مثل القاعدة المتفق عليها مباشرة أن الزيادة من الثقة مقبولة، ويوجد في عبارات بعض المحدثين هكذا يقول أن هذا الوجه في الحديث مقبول لأن الزيادة من الثقة مقبولة، لكن في واقع الأمر ليس هذا على إطلاقه، وإنما الأمر فيه تقييدات، وأيضا غير متفق عليه بينهم، وإنما أيضا فيه بينهم إيه اختلافات. طيب، التفصيلات كما بدأ هنا يقول: سواء كان ذلك من شخص واحد بأن رواه ناقصا مرة ورواه مرة أخرى وفي تلك الزيادة، يعني معناه أولا أن الزيادة تحتمل أمرين، تحتمل أن تكون من نفس الشخص يعني نفس الشيخ، مرة روى الحديث بالزيادة ومرة روى الحديث بدون الزيادة، إذن التلاميذ أصبحوا إيه براء من مسألة الإيه الاختلاف وحدوث الوهم، لأن الشيخ هو الذي مرة روى الحديث ناقصا ومرة رواه إيه كاملا بزيادة. فهل حينئذ نقبل بناء على أنها يعني ليست من الطلاب، وإنما الشيخ هو الذي مر زائدا ومر ناقصا؟ طيب، هذه يعني واحدة. الواحدة الأخرى، طيب إذا كانت الزيادة ليست من نفس الراوي، بمعنى أن الشيخ حدث بالحديث على شيء واحد واختلف الطلاب، فبعضهم يقول قال كذا وبعضهم يقول كذا، فماذا نفعل؟ ومن الذي نرجحه منهما؟ هل نرجح من زاد ولا نرجح من نقص؟ نعم. أو كانت الزيادة من غير من رواه ناقصا، اللي هي كما قلنا اختلاف الطلاب، خلافا لمن رد من أهل الحديث ذلك مطلقا، أن البعض قال الزيادة غير مقبولة مطلقا، يعني من أهل الحديث من قال الزيادة غير مقبولة، وخلافا لمن رد الزيادة منه يعني من نفس الراوي وقبلها من غيره. نعم. وقد قدمنا عنه يعني عن أبي بكر الخطيب البغدادي حكايته، يعني أنه حكى عن أكثر أهل الحديث فيما إذا وصل الحديث قوم وأرسله قوم أن الحكم لمن أرسله مع أن وصله زيادة من الثقة. طيب، هنا يريد يقول أنه الخطيب البغدادي وإن كان صرح هنا بأن الجمهور الفقهاء وأصحاب الحديث على أن الزيادة من الثقة مقبولة، قال: لكنك يا خطيب لما جئت تتكلم على مسألة تعارض الوصل والإرسال قلت إنه إذا تعارض الوصل والإرسال فالحكم لمن إيه؟ لمن أرسل، ورددت الإيه؟ رواية من وصل، مع أن لو طبقنا الحكم أن الزيادة من الثقة مقبولة يبقى هنقول الحكم لمن إيه؟ لمن وصل، الحكم لمن وصل، فأصبح الأمر كما قلنا ليس على إطلاق. طيب، بعض العلماء اختلف في هذا، قال: لا نريد أن نقيس الزيادة في المتون على مسألة الرفع والوقف ومسألة الوصل والإرسال. لماذا؟ قالوا: لأنه يوجد بينهما نوع من أنواع المغايرة، يوجد بينهما نوع من أنواع المغايرة. ما هي المغايرة؟ المغايرة كما سيأتي سيقسم هو الآن تقسيم آخر ابن الصلاح بعد أن عرض المسألة وعرض الآراء المختلفة فيها، يقول إن الزيادة ليس لها حكم كلي لأنها تختلف، هناك زيادة كالشيء المستقل عن الحديث، وهناك زيادة تخالف بقية الحديث، وهناك زيادة تكون بين المخالفة وبين الموافقة.
ولذلك لا نستطيع أن نعطي الزيادة حكما واحدا، ولا نستطيع أن نقول كل زيادة مقبولة، بل يجب أن ننظر هل هي مستقلة عن الحديث، بمعنى يمكن أن تفصلها عن الحديث فلا يختل شيء من الحديث ولا يختلف، سواء أضفتها أو يعني حذفتها، أو أنها تفيد معنى يخالف معنى الحديث. يعني إذا أثبتت هذه الزيادة كأنك تنقض ما سبق من الحديث، كأن الحديث أوله يوافق وآخره يخالف، واضح؟ طيب، أو أنها تضيف قيدا إلى ما سبق ففيه نوع من التخصيص أو التقييد، فيقول كل واحد من هؤلاء له حكم. طيب إذا كان الأمر كذلك، هل نستطيع أن نقول أن بين الوصل والإرسال وبين الرفع والوقف مطابقة مع زيادة الثقة في المتون مطلقا، ولا هناك نوع اختلاف؟ أن هناك نوع اختلاف. كيف نفهم نوع الخلاف؟ نفهم نوع الخلاف بما يترتب على الخلاف. يعني لو قلنا اختلاف الوصل والإرسال، اختلاف الوصل والإرسال يترتب عليه ثمرة معينة، بغض النظر عن أن الحديث متصل أو منقطع. ما هو؟ كما ذكرت ايوه، بس احنا بنتكلم على السند. يعني راوي ارسل الحديث والاخر وصله، من هو الفرق بين الموصول والمرسل الاصطلاحي؟ من الذي يزيد؟ ما هي الحلقه المفقوده التي يزيدها من وصل؟ المرسل. ايوه، بيزيد مين؟ الصحابي. لكن هل التابع اللي أسند الحديث أو الصحابي الذي أسند كلهم متفقون على أن الكلام من قول من؟ يبقى في اختلاف ولا فيش اختلاف؟ ما فيش. يعني في الأخير من وصل أو من أرسل يرسل الحديث لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ لكن هذا إسناد متصل وده إسناد فيه نوع انقطاع، واضح؟ طيب لو نظرنا لمسألة الرافع والوقف، في خلاف ولا ما فيش؟ في. إيه الخلاف؟ إن من رفع نسب الكلام لمن؟ صلى الله عليه وسلم، ومن وقف جعله من كلام من؟ فأصبح في نوع مخالفة بين الوجهين ولا فيش؟ في نوع مخالفة، لأن إذا نسب الكلام للنبي وأثبتناه أصبح شرعا، وإذا جعلناه من كلام الصحابي أصبح إيه؟ اجتهاد صحابي، رأيا يمكن أن يؤخذ ويمكن أن يعارض. فإذا الرفع مع الوقف إذا تعارض يختلف، في نوع مخالفة. ليه؟ لأنه يغير الحكم. أما الرفع الوصل والإرسال ليس في خلاف، لأن كلاهما يجعله من إيه؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. البعض نازع أيضا فرجع فقال لا، حتى الوقف والرفع يحتمل أيضا أن يكون مثل الوصل والإرسال. قالوا لماذا؟ قالوا لأن أحيانا الصحابي كما قلنا قبل ذلك هذا المثال يقف الحديث ويفتي به من قبل نفسه ولا يذكر أنه سمعه من النبي، وفي المرة الأخرى يسنده إلى النبي. يعني أدى أحد إلى أحد الصحابة، ابن عباس أو ابن عمر أو سيدنا عمر أو سيدنا أبو بكر، فسأله عن مسألة فقال الحكم فيها كذا، خلاص من قبله لم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتاه سائل في مرة أخرى فقال ما الحكم في كذا؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في هذا الأمر بكذا. فالفرق بين المسألتين أنه هنا ذكر الدليل فأسنده إلى النبي، وهذه المرة لم يذكره وأفتى به، لكن هو اعتمد على ماذا؟ على المروي الذي عنده. فقالوا أيضا أن هناك بعض الصور يتحقق فيها وبعض الصور لا يتحقق فيها بالنسبة لاختلاف الرفع والوقف. يبقى إذن ننتهي من هذا أنه لا يمكن أن نعطي الوصل والإرسال والوقف والرفع والوقف حكما أيضا واحدا بالقبول أو عدم القبول، لأنه أيضا لو قسناه على زيادات المتن أن زيادة فيه مخالفة وفيها زيادة غير مخالفة، سنجد أن الوصل والإرسال من حيث الأصل ليس فيه مخالفة، لأن كليهما يسند الحديث للنبي، لكن هذا إيه؟ موصول وده منقطع. والرفع والوقف فيه نوع مخالفة، لأنه إيه؟ إذا رفع الحديث أسند الكلام النبي، وإذا وقفه جعله من كلام الصحابي، فيختلف حكم الكلام بينهما. فإذا قلنا إن الزيادة تختلف بما بحسب وضعها هي موافقة ولا مخالفة، يبقى هنقول إن هي في الوصل والإرسال مقبولة، وفي الرفع والوقف غير إيه؟ واضح الكلام؟ طيب لكن نرجع نقول إن الصواب في كل هذا الأمر، سنقرأ طبعا كلام ابن الصلاح، أنه الصواب في مسألة
زيادة الثقة أنه لا يوجد عندنا حكم كلي نستطيع أن نسير فيه في كل زيادة. وكذلك كما قلنا في السابق، تعارض الوصف والإرسال وتعارض الرفع والوقف، لا يمكن أن نقول أن الحكم دائما مع من أرسل أو مع من وصل أو مع الرفع أو مع من وقف، وإنما كل رواية ينظر فيها ويبحث وتجمع طرقها بقدر الاستيعاب، بقدر ما أمكن استيعاب، ثم بعد ذلك تنظر في الطرق وتنظر في كلام العلماء الذين نظروا في الخلاف وترجح بما يوجد عندك من قرائن. هذه القرائن قد أحيانا تكون كثرة العدد، وقد تكون الأحفظية بالنسبة لمن وصل أو لمن أرسل، وأحيانا لوجود قرينة مع الراوي تقويه في شيخه ليست مع غيره، حتى وإن خالفه الأحفظ أو خالفه الأكثر عددا. واضح؟ طيب يبقى هو أولا اعترض على الخطيب البغدادي في أنه نسب القبول الزيادة إلى جمهور الفقهاء والمحدثين، بأنه هو نفسه لما أتى في مسألة تعارض الوصف والإرسال لم يقبل رواية من وصل، وقال إنها لم يعطيها، وقال الحكم لمن أرسل، الحكم لمن أرسل، لمن أرسل. طيب قال وقد رأيت، ده رأي بقى ابن الصلاح، تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام. نعم، نلاحظ هنا أن احنا لما نقول الانفراد من الثقة نريد لابد نتنبه أنه يكون ثقة، يعني معناها انفراد الضعيف ليس داخل معناه، وده قيد مهم، يعني ليس كل انفراد يعتبر. نحن نقول انفراد الثقة بالذات لأن انفراده مؤثر، أما غير الثقة فهو ضعيف أصلا فلا يقبل. واضح؟ طيب قال أحدها أن يقع مخالفا منافيا لما رواه سائر الثقات، فهذا حكمه الرد كما سبق في النوع الشاذ. خلاص، يبقى النوع الأول أو الحالة الأولى من تفرد الثقة أن ينفرد بشيء ويخالفه فيه غيره من من الثقات الذين رووا عن نفس الشيخ ونفس المدار، فهنا أصبح فيه مخالفة، أحدهما يثبت والآخر ينفي، فإذا لا يوجد وجه للاتفاق. فحينئذ نقول أنه يصعب وإن كان هذا الراوي ثقة مقبولا أن يصيب هو ويخطئ كل هؤلاء العدد أو هؤلاء الذين هم أحفظ منه، فهنا يتحقق مسألة الحديث الشاذ، وهو مخالفة الثقة أو الراوي المقبول لمن هو أولى منه. واضح؟ طيب الثاني أن لا تكون فيه منافاة ومخالفة أصلا لما رواه غيره، كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلا، فهذا مقبول، وقد ادعى الخطيب فيه اتفاق العلماء عليه وسبق مثاله في نوع الشاذ. يعني هو يقول إن إذا كانت زيادة الثقة في متن الحديث ليس فيها مخالفة لما رواه الباقون، وإنما هي تعتبر كأنه أضاف حكما جديدا ينضم إلى الحديث ليست فيه مخالفة لما سبق، فما المانع من قبوله كأنه روى حديثا مستقلا؟ يعني شبه الزيادة التي ليس فيها مخالفة برواية شيء مستقل في الحديث أو برواية حديث مستقل، فيقول هل إذا أتاك هذا الثقة بحديث انفرد به تقبله أو لا تقبله؟ يعني بحديث انفرد به لم يروه غيره من الثقات، ماذا تقول؟ مقبول أو غير مقبول؟ مقبول، إذا كان هو يستطيع أن يتحمل رواية حديث لوحده. طيب فيقول لماذا إذا زاد جزءا في الحديث لم يروه غيره لماذا لا تقبله وتعتبره كأنه حديث مستقل، خصوصا وأنه لا منافاة بينه وبين وبين بقية الحديث. نعم، واضح؟ طيب لكن نقول إن هذه المسألة أيضا تحتاج إلى تأمل، لأن انفراد الراوي بحديث مستقل يختلف عن تفرده بجزء من حديث، خصوصا إذا كان الذي روى نفس الحديث يعني إمام كبير وطلبته كثيرون متوفرون على جمع حديث هذا الإمام والاهتمام به، فيصعب أن يفوت كل هؤلاء الطلبة هذه الزيادة ولا يحفظها إلا هذا الراوي. يعني فرق بين أن يكون راوي أو إمام ناقل من عموم رواة الحديث وأخذ عنه بعض الطلبة وتفرد أحدهم عن الحديث، وبين أن يرويه إمام كبير مثل الزهري مثل شعبة
ممن جمع حديثا كثيرا وايه واخذ عنه عدد كثير واعتنى الطلاب بجمع حديثه، ثم كل هؤلاء العدد يفوتهم هذه الزياده الا هذا الراوي. واضح؟ فهذا فيه نوع خلاف بين تفرد الراوي بحديث مستقل عن شيخه، وبين ان يروي حديثا اشترك مع روايته فيه غيره من الطلاب ثم غفلوا كلهم عن الزياده ولم يرويها الا هو. فهذه تحتاج ايضا الى تامل. ولذلك بعض العلماء في مثل هذه المسألة يقول: أين كان أصحاب شعبة حين روى فلان هذه الزيادة؟ واضح؟ وإن كان نعم ليست فيها منافاة، لكن أيضا تفرده مع وجود العدد الكثير الذي يعتني برواية هذا الحديث أو برواية أحاديث هذا الشيخ يوجب ريبة في أنه إيه؟ ضبط هذه الإيه؟ هذه اللفظ. ولذلك مثلا مثلوا بحديث إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا ايه تحاسدوا ولا ايه ولا تناجشوا. بعض الرواه زاد: ولا تنافسوا ولا ايه تنافسوا. فانت اذا نظرت يعني ليس فيها اشكال، يعني لا تنافسوا زياده مستقله لا تنافي، بل هو زاد حكما جديدا وهو متفق مع احكام الاسلام ومع الدين انه نفى التنافس، صح ولا لا؟ فما المانع ان نقبلها؟ لكن لما نظر العلماء في جمع طرق الحديث وجد أن هذا الراوي خلط بين هذا الحديث وبين حديث آخر اللي هو إيه؟ لا تدابروا ولا تناجشوا ولا إيه؟ وكونوا عباد الله إخوان. فتنافسوا دي وردت نعم، لكن ليس في هذا الحديث اللي هو لا تباغضوا ولا تحسدوا، وإنما وردت في حديث آخر، فهو أخذ لفظة من هنا وزادها في هذا الحديث. واضح؟ طبعا. فطبعا إذا نظرنا للزيادة نجد أنها ليست مخالفة، بل كأنه زاد، كأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنافسوا، كأنه حديث مستقل. نعم صحيح، لكن لما وجدنا جمعنا الطرق وجدنا كل من روى هذا الحديث لم يذكر فيه تنافسه، وإنما ذكر هذا تنافسه في حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ أخرى فيه لا تنافسه، فتبين أن هذا الراوي حصل له خلط بين الحديثين، فزاد في حديث لا تباغض ولا تدابر كلمة لا تنافس، والصواب أنه حديث آخر، فهذا الذي يسميه العلماء دخل له حديث في إيه؟ في حديث. واضح المسألة؟ طيب، يبقى إذن نعم، وإن كان التمثيل صحيحا ومن النظر العقلي نعم، كيف أقبل من هذا الراوي حديث مستقل ولا أقبل منه زيادة مستقلة؟ نقول له ليس دائما تكون زيادة لفظة في حديث مثل رواية حديث مستقل. طيب، الثالث ما يقع بين هاتين المرتبتين مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث، مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث. نعم، ولكن هذه اللفظة تزيد قيدا في الحديث، إما يخصص العام أو يقيد الإيه؟ المطلق. فهي من حيث التقييد كأن فيها نوع مخالفة، لأن في أصل الحديث يدل على العموم، فتأتي تقول لا العموم غير مراد بل هو خاص بكذا، فكأنك إيه؟ خالفت السابق، السابق عام فأنت خصصته، أو مطلق فأنت قيدته، فأصبح في نوع مخالفة. ومن حيث أنه لا ينفي السابق فليس مخالف، وإنما هو قيد فقط يوافق لكن يقيد. واضح؟ طيب، قال: مثال ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين فذكر أبو عيسى الترمذي أن مالكا تفرد من بين الثقات بزيادة قوله من المسلمين، وروى عبيد الله بن عمر وأيوب وغيرهما هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر دون هذه الزيادة، فأخذ بها غير واحد من الأئمة واحتجوا بها منهم الشافعي وأحمد رضي الله عنهم والله أعلم. ما هو الفرق بين أن نقول من المسلمين وبين أن نحذف من المسلمين؟ تقييد الأول كان عموم المسلمين غير المسلمين. أيوة، يبقى فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى، معناه لو واحد عنده عبد في بيته مثلا غير مسلم وجاء موعد زكاة الفطر فإنه يخرج إيه؟ عنه، يخرج عنه زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر معروفة أنها زكاة إيه؟ تسمى زكاة الإيه؟ الرؤوس، الرؤوس تخرج على الرؤوس، على العدد الموجود، نعم؟ طيب، أما إذا قيد من المسلمين أصبح من عنده إيه؟ عبد أو له قريب غير مسلم لن يخرج عنه الإيه؟ الزكاة. واضح الكلام؟ إذن فهذا قيد، نعم.
ومن أمثلة ذلك حديث جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا، فهذه الزيادة تفرد بها أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي وسائر الروايات لفظها وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. إيه الفرق بين أن يقول جعلت الأرض طهورا وجعلت تربتها طهورا؟ كده في التيمم تفيد في الموضوع، التيمم بقى لما التيمم يدخل التراب اللي ليه غبار فقط. نعم. بالنسبة للشافعية لما نعم. والأرض لما يقول الأرض الأرض فقط هيبقى يباح التيمم بأي شيء. بأي شيء، يعني حتى لو صخر يمشي الحال، لو رمل يمشي الحال، لو أي شيء. يعني لا يلزم إن هو يكون شيء إيه؟ من التراب، ممكن يكون من الصخر، من الحجر، أي أرض يجوز أن تضع يدك عليها وإيه وتتيمم. نعم. قال فهذا وما أشبهه، يعني من النوع اللي فيه نوع من القيد، يشبه القسم الأول من حيث إن ما رواه الجماعة عام وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص، وفي ذلك مغايرة في الصفة ونوع من المخالفة يختلف به الحكم. ويشبه أيضا القسم الثاني من حيث إنه لا منافاة بينهما، يعني في الحقيقة. وأما زيادة الوصل مع الإرسال، طيب هو هنا ذكر الحكم ولا ما ذكروش؟ ما ذكروش، هو ذكر فقط في الأول إن قبلها غير واحد من الأئمة واحتجوا بها منهم الشافعي وأحمد، وذكر أيضا التقييد ده في بعض الناس أخذوا به، في الفقهاء أخذوا بأنه لا بد التراب، وبعضهم أخذ إيه؟ إنه هو عموم الأرض، يعني بعضهم قبل وبعضهم إيه؟ يعني من نظر إلى أن الزيادة فيها نوع مخالفة لم يقبلها، ومن رأى أنها ليس فيها مخالفة قبلها. وهذا على ذلك نرجع إلى أنه كما قلنا ليس في زيادة الثقة قول واحد لا بد أن إيه أن نسير عليه، إلا ما كان من بعض الصور، وهو ما كان يعني كما قلنا أن الذي زاد هو الإيه الأحفظ، أو هو الأكثر عددا، في حينئذ إيه يصبح هو الإيه المقبول، وحينئذ يختلف. نعم طبعا الأحفظ، نعم الأكثر عدد ربما لا تصح لأن المفروض الانفراد، يعني معناها إذا انفرد الحافظ أو الأضبط عن شيخه بشيء فإنه ده يقبل، وبالتالي تكون الزيادة من الثقة ولا الزيادة من الإيه؟ من الأوثق، تكون من الأوثق فهذه مقبول. طيب وأما زيادة الوصل مع الإرسال فإن بين الوصل والإرسال من المخالفة نحو ما ذكرناه، ويزداد ذلك بأن الإرسال نوع قدح في الحديث، فترجيحه وتقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل، ويجاب عنه بأن الجرح قدم لما فيه من زيادة العلم، والزيادة هنا مع من وصل والله أعلم. أيضا كما قلنا أن يوجد يعني قياس مسألة الزيادة من الثقة على مسألة تعارض الوصل والإرسال، وأيضا يعني قياس زيادة الوصل والإرسال على تعارض الجرح والتعديل ليس إيه يعني متطابق من كل الوجوه. نعم، لأن حتى تعارض الجرح والتعديل إذا جئنا الحقيقة ليس دائما يكون الجرح مقدم على التعديل، وليس دائما التعديل مقدم على الجرح. نعم هم يقولون إن الجارح معه زيادة علم، هذا صحيح، لكن ليس دائما، بل اشترط العلماء ما هو الجرح الذي يقدم على التعديل في الحقيقة؟ الجرح المفسر. يعني إذا ليست المسألة أيضا على إيه؟ على إطلاقها، بل المسألة أيضا فيها تقييد. فكما قلنا نرجع إلى الأول أن الوصل والإرسال والرفع والوقف والزيادة من الثقة ليست كلها لها حكم واحد، وإنما كل حديث لا بد أن يدرس وتجمع طرقه ثم يرجح بعد ذلك بالقرائن. فقد نرجح الإيه؟ الوقف، وقد نرجح الرفع، وقد نرجح الوصل، وقد نرجح الإرسال، وقد نرجح قبول هذه الزيادة، وقد إيه نرجح نفيها، وأيضا جرح والتعديل، قد نرجح الجرح، وقد نرجح الإيه التعديل. نعم لو مثلا بعد تجمع كل الطرق لا يوجد شيء يرجح على الثاني، هل فيه الأصل؟ ليس هناك شيء في أصل، يعني لكن كما قلنا هي مذاهب للعلماء، لكن هذا يحصل لأن بعض الأئمة الكبار في باب العلل أحيانا يتوقف، يعني لا يستطيع أن يرجح منه، وأئمة كبار كالبخاري وابن أبي حاتم وغيره يقال له ما هو الراجح في هذا الوجه من الخلاف أو ما هو الصحيح فيتوقف، وارد أن يحصل التوقف، لكن الغالب أنه ليس الجميع يتوقف، وإنما يحاول فينظر مثلا من حيث كثرة العدد، من حيث الأحفظ، لكن كما قلنا هو أحيانا فقط أمر أنه يعني ممكن يكون وجه معه قرينة والوجه الآخر معه قرينة، يعني مثلا وجه معه الكثرة ووجه معه الأحفظية، فحينئذ كل معه
قرينة تقوي، فبأيهما ترجح؟ لكن ينبغي أن نقول أنه أيضا يوضع في الحسبان قبل هذا أنه يعني هل يمكن الجمع بين الوجهين أو لا يمكن، هل يمكن الجمع بينهما؟ يعني نقول إن من زاد على صواب ومن لم يزد على صواب، ويكون العالم أو المحدث الذي روى مرة يعني نشط فرفع الحديث ومرة وقفه، أو مرة وصل الحديث ومرة أرسله، أو مرة ذكر الزيادة ومرة روى الحديث مختصرا ولم يذكر الزيادة، فهذه أيضا قرينة أنه نريد يعني نضيفها هنا، أنه ليس دائما يكون الحكم ترجيح أحد الوجهين، بل أحيانا يمكن أن نقول يمكن الجمع بين الوجهين فيصح الوجهان، لكن ده يحتاج إلى إيه؟ وجود نص عليه أو قراءة تشير إليه أن إيه؟ أن كلا الوجهين صحيح. يمكن في صور يحصل توقف، نعم وهذا حصل من علماء كبار، يمكن أن يحصل توقف، لكن يعني ليس كل المسائل على هذا، ربما يتوقف عالم وتجد عالم آخر قد جزم في الأمر بأن الرجح كذا. نعم. طيب في أي سؤال قبل أن نختم؟ استاذ ما الفرق بين قسم السنة الثالث؟ كلاهما علمين سوا. لا الثاني ليست هناك منافاة أبدا، يعني هو يزيد شيئا في الحديث لا ينافي، وإنما يضيف حكما، كما قلنا في حديث الذي أخطأ فيه الراوي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا، فزاد أحد الرواة لا تنافسوا، فهذه الزيادة ليست مخالفة لما سبق، وأيضا ليس فيها تقييد وليس فيها تخصيص، واضح؟ وإنما هي كزيادة شيء معين الرسول صلى الله عليه وسلم نبه المؤمنين إليه ألا يفعلوه مع بعضهم البعض، وأن الأخوة في الإسلام وفي الدين وفي الإيمان تنافي أن يفعل أن تفعل مع أخيك كذا. فإذا نعم واضح؟ فحصل له وهم لما رجعنا جماعة الطرق وجدنا أن هذا حصل فيه وهم، واضح؟ طيب لكن النوع الثالث زيادة تخصص ما سبق أو تقيده، يعني لم يزد حكما جديدا وإنما وضع قيدا في الحكم السابق، فقال مثلا في حديث زكاة الفطر تجب على كل ذكر أو أنثى أو حر أو عبد، فهو زاد من المسلمين فأخرج غير المسلمين، لأن الذكر والأنثى والحر والعبد فيهم المسلم وغير المسلم، فهو لم ينفي هذه السابقة وإنما قيد منهم البعض فقال الزكاة على المسلم فقط. لكن هو برأيه؟ لا ليس برأيه، لا هو ينسبه إلى النبي. نعم قلنا إن الزيادات التي يذكرها الراوي برأيه خارج عنه، يعني وضع التفسير الفقهي أو من بعض الصحابة من بعض التابعين في أثناء الحديث ده يسمى إدراج، هو أدرج شيئا، هذا غير مقصود، هذا غير داخل معنا، وإنما الذي يدخل معنا زيادة منسوبة في متن الحديث أن النبي قالها صلى الله عليه وسلم. أما الزيادات الفقهية أو التفسيرية أو البيانية اللي معروف أنها من الرواة أو من الصحابة أو من التابعين فهذه تسمى إيه؟ أدرجها في المتن، أدخلها، لكن معروف أنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا الكلام في زيادة منسوبة إلى صلى الله عليه وسلم أنها قالها تماما للحديث. واضح الأمر؟ طيب هذا صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.